ايه ده، هو بيلعب برضو يا ابن ال... فين فين العصاية؟ بتعمل ايه يا ابن ال... بتعمل ايه؟ السلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده؟ ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده هيكون عن اللعبه الجديده والغريبه كافي سيميليتور. المفروض ان انت بتكون في عالم واقعي وبتمثل حياه الشاب المصري اللي بيبقى قاعد في سايبر ومش عارف ايه وحاجات زي كده. المهم يعني لو انت اول مره تشوفني يا ريت بسرعه تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك، وعلشان ما نطولش كتير يلا نبدا الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين دي واجهه اللعبه انترنت كافيه سيميليتور 2، ويلا بينا نيو جيم. ما لعبتش قبل كده انترنت كافيه سيميليتور، اسميه ايه؟ كافيه سنوبي، سميته سنوبي كافيه. ويلا بينا نبدا، ليتس جو. ودخلنا ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ مين دي؟ وايف زوجتي، انا اتجوزت. ما شاء الله ايه الحلاوه والجمال ده، بس استري نفسك كده، ليش لابسه كده؟ ايه ده؟ شيشه. ايوه يابا، في الاول جرجرتك. استنى، اوف اوف، كفايه كفايه. لا 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 لا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ماشي ماشي يا مدام، انا هطلع اشتغل بقى كده واحضر لنا لقمه حلوه على ماجي. شي ها، يلا بينا. اخرج منين؟ ايه ده؟ الثلاجه فاضيه. اهو يا مدام، اهو يا مدام، اكل اهو، اكل اهو يا مدام. هو بيتنا غريب كده ليه؟ هو يعني هو ايه البيت ده؟ هو ده بيت ولا جامع ولا مش فاهم حاجه، مش والله ما فاهم حاجه. يلا بينا نخرج. ايه ده بقى؟ ده اسانسير. لا انا عايز انزل. ايوه انزل الدور الاول. ايوه مش الدور الاول ده الشارع برضو ولا ايه؟ بسم الله. لا 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 لا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في ايه؟ هو اللي حسيت ايه ده؟ في يفض بالعربي. صالون الجينيوس للرجاء. بمناسبه باربر شوب يا شباب، الناس اللي ساكنه في اكتوبر تروح الحي الثالث شارع رنا مول. امشي بس في شارع رنا مول وقول لهم عايز صالون حلاقه. صالون هو اسمه كده، اسمه صالون. وقول لهم بس انا جاي من طرف سنوبي وهيروق عليك. المهم يلا بينا نكمل. ايه يا صاحبي في ايه؟ الكلام على ايه؟ باي اشتري. هو انت عايز تبقى عبد ولا ايه؟ ايه يا ابله؟ يا مدام الو، انا اسف. ليه ليه كده؟ لا لا خلاص انا اسف انا اسف انا اسف. يا بيه يا صاحب اجري ورا الكلب. هاو هاو. ايه ده؟ ايوه يا باشا ايوه. هنشتري ايه؟ ما خلاص يا مدام سيبيني بقى في حالي. هو في ايه؟ هو هي اللعبه كلها بتتمرن ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ملحمه الهنا؟ ايه ده؟ للحوم البلديه والدواجن التزجر. ومال وماله يا باشا؟ وماله يا باشا؟ ايه ده؟ ده بيبيع ايه؟ بكام يا صاحبي ال بكام ده؟ ولا اشتريته ولا انا دفعت فلوسه؟ انا اشتريت كتير قوي، كفايه يا عم. ده ايه ده؟ اوف. هو انت؟ طب معلش ممكن افصل الاغاني؟ مش راضي افصل. دي بترقص فين دي؟ عند الهادي؟ فيها صح؟ بتعك كده ليه؟ انا اشتري عصايه من دي. انا اشتريت كل حاجه عنده. طيب ماوس كيبورد؟ لا تجميع. وبلاي ستيشن؟ قال لها سايبر. ايه يا ابو عمو عامل ايه؟ هو شكله مصري مصري فعلا. انا عايز العب، انا عايز استريم يا صاحبي. هلا مش دي البت اللي انا ضربتها؟ اسكت اسكت لحسن تعرف ان انا هي جاي. اسكت يخرب بيتك. هو مش عايزين يلعبوني ليه؟ صاحبي انا عايز اجر ساعه. الو عايز اجر ساعه. انا بيقول لي طاقتي خلصت. بيقول لي طاقتي خلصت. طاقتي خلصت ازاي يعني؟ انا لا حتى اعمل حاجه. طب اطلع انام. طيب بيقول لي اطلع كله ونام. وانا رايح فين دلوقتي؟ ايوه الكافيه. سلام عليكم. سلام عليكم. باب الخير الشعبي للخضار والفواكه. بيقول لي كلين يور كافيه. يلا نظف الكافيه بتاعي. ايوه مش هي تنظف ليه؟ وبعد ما نظفت الكافيه المفروض ان انا الم الحاجه دي. ايوه وبعد عناء طويل اكتشفت ان انا لازم اقف عليها شويه كده عشان تتنظف. تمام. بيقول لي اشتري كمبيوتر. طب انا اشتري كمبيوتر منين؟ طيب المفروض ان احنا نشتري. ايوه التجميعه، احنا عايزين تجميعه.
مثلا يعني اقتصادية، عشان احنا ما معناش بس احنا معانا 2000 جنيه، تمام؟ فهنجيب الكيس اللي هي ممكن نشتري ارخص كيس ار جي بي اللي هي دي. 2000 years later. واخيرا عرفت مكان الشراء فين. المفروض ان احنا نضغط هنا كده، تمام كده المفروض يجي لنا الاوردر. دفعت 1500 دولار، نعمل كيو ونقوم. بس احنا كده محتاجين نروح عشان محتاجين ناكل. بيقول لي استنى الاوردر. طيب ماشي اوكي، نستنى الاوردر. يا هلا والله ومرحبا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده جاي على جمل. ها شكرا يا الحبيب، شكرا. الماوس حبيبي حبيبي. وراح فين؟ قال الجيره. ماشي اوكي، حطه هنا. ولسه ايه شاشه. ايوه بس احنا الوقت اتاخر، الوقت اتاخر، لازم نروح لازم نروح عشان احنا المفروض كده تعبنا. نهار ابيض. لا انا ادخل حاجه جوه بسرعه، ادخلها جوه بسرعه واروح انام. دي ايه الكيس؟ ايوه يلا طفينا النور، النور طافي. اقفل إيه السايبر. يلا على البيت على طول. يا زوجتي ما عملتلناش شويه اكل لينا نرم عضمنا بيه. بس حلوين كده وجبه اليوم. انا اسف كتير ليه يا عم على الاكل؟ احنا اتنين بس، امال لو احنا 10 ولا حاجه. يلا بينا على السايبر بتاعي ابو سمره. لكن الايجار يا عين. شايف 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 كافيه سنوبي كافيه، يعني مفيش بعد كده. يلا بينا بقى بسم الله في الكافيه تاني. تيرن اون لايت، حلو قوي. هات بقى ايه الكيبورد، حطه هنا. هات الكيس، كيس الكيس الكيس. 2000 years later. حلو قوي كده. المفروض كده ان انا افتح بس اشغل، اشغل الدنيا وخلاص. ايوه نشغل كده الكافيه. ده معطر ده ولا ايه ده؟ سبراي معطر جو. ايوه رشرش لي كده في كل حته كده. يلا بسم الله يا رب يا هادي. تعال نرش شويه معطر تاني معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بس كده الخير والرزق يجوا. بس الخير والرزق يجوا. بسم الله. ايوه كده شلنا شويه بس. هلا لا لا هلا والله يا مرحبا يا مرحبا. اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضل يا حبيبي. ازي حضرتك يا فندم؟ امرني يا فندم. تحب تعمل ايه النهارده؟ المفروض الوقت ان هو بعت لي طلب ان هو عايز يلعب، فانا اشوف الريكوست واقول له ايه ابروف. اوكي كده المفروض ان هو بيلعب اعتقد، يعني صح ولا مش صح؟ ايوه شو اقول لكم بيلعب. ايه ده هو بيلعب برضو يا ابن ال... فين فين العصاية؟ تعمل ايه يا ابن ال... تعمل ايه؟ تعمل ايه يا مهزق يا ابني؟ تعمل ايه يا ولا؟ وراح فين؟ الله يخرب بيتك كمبيوتر. على ابو السايبرات اللي في الدنيا. تروح فين؟ اقعد. وانت كمان انت عمال تشحت من خلق الله كلهم. اقعد. انت اللي كنت انت انت انا عارفك انت. وانت اكيد ذنب بس خد. اقعد يلا. اقعد يلا. خد. يلا بقى. يلا بقى يلا. يلا. خد يا ترامب. ترامب 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 يا ترامب. خد يا ترامب. يا دي بعيد يلا، يا دي بعيد يلا. اضرب ترامب يلا. خد خد يا ترامب. مش راضي تدور. خد. ايه ده هم عاملين، انتوا عاملين ترامب لونه اخضر ليه؟ شبه هالك كده. ضربني 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 يا ابن الم... يا ترامب يا ترامب غلبني. اعتقد ان كده يكون خلص الفيديو. زي ما انتم شايفين السايبرات دي مش شغلها انا حلال خالص. الناس بتخش تسمع حاجات مش حلوه مش كويسه على الكمبيوترات. فاعمل لايك بقى واعمل اشتراك في القناه وفعل زر التنبيهات علشان انزل لك الجزء الثاني في اسرع وقت. كان معاك احمد او سنوبي، اشوفك الفيديو الجاي قريبا جدا. سلام. تعمل ايه يا ابن ال... تعمل ايه؟